وبدأت العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم وطاعتكم، وأعطيكم بعض النصائح لنوم أفضل خلال شهر رمضان المبارك. خلنا نحاول ننام 4 ساعات متواصلة في الليل، مثلا من الساعة 10 مساء إلى 2 الفجر، أو من الساعة 11 مساء إلى 3 الفجر، هذه 4 ساعات. بعد السحور ممكن ان احنا ننام ساعة الى ساعتين، بيكون في الليل من 4 الى 6 ساعات. وانصحكم بوقت القيلولة 20 دقيقة الى 30 دقيقة فقط، لا تزيدون عليها لان راح تحسون بالشعور الخمول والكسل. خلوها من 20 دقيقة الى 30 دقيقة وقت القيلولة، راح تمدنا بالطاقة والحيوية ويتحسن نومنا لجودة نوم افضل. وتجنبوا تناول المأكولات الدهنية واللي فيها سكريات، لأنها تأثر على أهمية الهضم والطول وتأثر على نوعية وجودة النوم. البيئة اللي تنامون فيها المفروض تكون هادئة مظلمة بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية والتلفزيون والأجهزة الذكية.